وانا هلا متحمسه بالزاف بالزاف اني رحب بضيفي هشام دوناف اللي زارنا في دبي. يسعد صباحك هشام. علاش بطيت علي؟ علاش بطيت عليك؟ علاش؟ راهي تهضر عربيه انا خربتك الطونوبيل. اوكي هذاك شغل صاين نهضروا عربي دريجه دروك نهضروا جزائري اليوم. لا انا والله هيك ما فهمت، انا حافظه الاسئله بس ماني حافظه الاجوبه. على كل هشام انت عندك يعني تقريبا 2 مليون على الانستغرام واكثر من 1.5 مليون على اليوتيوب، شو رايك بانه المتابعين احيانا بتدخلوا كثير بحياته الشخصيه للمشهور؟ هنا نعود اللوم على المشهور، يعني هو اذا نشر حياته الشخصيه ولا لا. انا شخصيا ما ننشرش حياتي الشخصيه، فهيك انا شخص اخر في الواقع، فالمتابعين ما عندهم الحق باش يتدخلوا. بس احيانا هن بيتدخلوا بالشكل، يعني مثلا ممكن يتدخلوا بتسريحه شعرك مثلا انت. هون شو بيكون رده فعلك؟ هذا شيء مش مليح اصلا، يعني لازم نخلوا الخصوصيه لاي انسان، لازم كل انسان يشوف لحاله. فاحسن شيء انه الواحد يتجاهل وما يرد، انا هيك بحسها. فانت هيك بتسوي، ما بتجاوبهم فبتعودوا ما يتدخلوا. ما يتدخلوا. طيب انت بمحتواك الترفيهي دخلت على كل بيت جزائري، بتمثل اكثر من شخصيه، شو السر انه فيديوهاتك خصوصا اللي على الانستغرام انتشرت بشكل كبير؟ لانه ببساطه كنت الانسان الواقعي. يعني المشاهد لما يشوفك يشوف حاله، فهيك تنتشر بسرعه، خصوصا شخصيات الاب والابن. كي يشوفك المشاهد ويحس نفسه فيك راح تعمل بوم. صحيح، وانت يمكن بتسلط الضوء على اكثر القضايا الاجتماعيه الاسريه. الجزائري. انا فيديوهاتي جزائريه. صح يعني. انا لاحظت، يعني انا كنت عم بحضر كرمال هيك بلشت اتعلم بعض الكلمات من اللهجه الجزائريه، وفعلا حلو. يعني اللهجه كثير حلوه. حلو. فيها كلمات عن جد حلوه، بس يعني بدها وقت. بدها وقت. طيب حنشوف واحد من مقاطعك يلي لقى اعجاب كثير كبير ونرجع. اوكي. اول يوم لك عندنا هون بالعمل. واه. القاعده اللي عندنا هون انه لازم تلتزم بالانضباط. سهلة هذه. وسخني حيوان أعمى ما تشوف. أنت العاين؟ أنا بلي وجهك مثل أهلك. أنا وجهك. وقف! ليش تضرب الزلمة؟ هاودي هو كان يعاير فيها. القاعدة الثانية بتقول عندنا ممنوع تضرب الناس. أيوه هذا على ما قلتها ليش من قبيلة. ما بنعرف إنه في واحد مجنون زيك، كان كتمام من قبل. صح، خليني أزيدها غير 7. هشام خبرنا عن تجربتك بصناعة محتوى هادف. عادة يعني اليوتيوبرز بيخافوا شوي من موضوع المحتوى الهادف، انه بيكون ما بيجيب مشاهدات مثل باقي المحتوى من تحديات ومقالب والى اخره. كيف قدرت انت تجمع بين الاثنين؟ صراحة الخوف من خسارة المتابعين وخسارة المشاهدات هي بحد ذاتها خسارة. يعني ما تخاف من خسارة المشاهدات، اعمل الشيء اللي انت راضي عليه. مثلا هذا الفيديو صورته لما كنت في سديم، صورته في الاردن. فيه لهجة عربية وكي. أنا لاحظت. كان تحدي أعمل هذا التحدي فعملته برضايا وخليته ينتشر. بس كمان أنت حسيت حتى لما يكون المحتوى هادف بتدخله هيك دخله فيه شوي طابع ترفيهي. حتى شوي تكسر المود يعني. عشان محتواي كوميدي فلازم نكون كوميدي. طيب لو قالوا لك لازم تختار شخص تسافر معه مدى الحياة، تختار رضا أم فاروق وهن أصحابك وهن متواجدين معك في دبي حاليا صح؟ وين الكاميرا؟ ايه ما اختار لرضا لانه يعمل لي كثير مقالب، وما اختار لفاروق. ليه شو صار؟ يعني طلعوا بالسفر مش كويس. جننوني. اصدقائي جننوني. بس والله شكلكم مبسوطين بالصور. صح يعني ما شايفه انه مجننينك ابدا. على كل هن يعني لازم كل يوم اصحى على ميه في راسي او اصحى على مقلب. طب حلو هيك كسر روتين يا هشام. على كل واضح انهم جننوك لانه خلوك تعمل شيء يعني انت بالعاده ما بتعمله. انت بتخاف من المرتفعات، خلينا نشوف شو عمل هشام براس الخيمه. نسيت ما قلت لكمش بلي ما نعرفش لونجلي، واللي يخدموا فما كاع يهضروا بلونجلي. فيريفيكيشن يس. اي اعمل فيريفيكيشن بليز. يا ربي. لا ما تقولش حصلت. هنا المدرب قال لي شد الحبل وانا ما فهمته. عربي. واللي شافوا الفيديو الله يحمي الوالدين ما تبارطاجوهاش. ما تبعثلوش. يعني ما تهدرناش؟ شو اخر كلمه حطيتها؟ ما تبارطاجوهاش يعني ما تنشروها. ما تنشروها. اوكي لا احنا ما نشرناها ابدا بس على التلفزيون. الحمد لله. خبرنا عن هذه التجربه، يعني انت عندك فوبيا من المرتفعات. اسوء تجربه في حياتي، عندي فوبيا من المرتفعات
وما أتكلم إنجليزي بكل صراحة. فأنت بين الموت والحياة معلق، هو يقولك أمسك الحبل بالإنجليزي وأنت ما فهمته. تخيلكم موقف محرج وفي نفس الوقت غبي موقف. عسلامتك والحمد لله على سلامتك. طيب بس مهم انبسطت بالتجربة؟ انبسطت كثير. طيب هشام، بعيدا عن كل هالكلام، هل أنت راضي عن الشيء اللي وصلت له اليوم وشو طموحك بالسوشيال ميديا؟ لأنه أنت وصلت ل مرحلة كتير منيحة، فبيكون لسه اللي جاي أصعب لأنه بيكون تحدي أكبر، فشو حلمك؟ يعني الحمد لله أنا راضي على الشيء اللي وصلت له. هي الصعب لما تصعد، بس الأصعب لما تبقى في الصعود. والحلم التاعي إن شاء الله نشرف في البلد الجزائر ومثلها أحسن تمثيل في الدول العربية، بما أنه أنا من الأقلية اللي عندي مشاهدات من الجمهور العربي عشان لهجتي شوية صعبة. فإن شاء الله نمثل بلدي أحسن تمثيل، وإن شاء الله الأمام كان إن شاء الله. طيب كيف علاقتك مع متابعينك؟ متابعيني مجانين، وعلاقتي معهم كثير كثير مجنونة. واضح، لأنه إحنا لما حطينا بوست على الإنستغرام طلبنا من المتابعين إنه يحطوا لك أسئلة، وصراحة وصلنا كثير أسئلة، يعني احترت أنا شو بدي أختار منهم. فجاهز هلأ تجاوب بكل صراحة وهيك بدي بسرعة بدون ما تفكر. يلا يلا. كي يلا. يلا. أول سؤال. ليش أنت عصبي؟ عشان أنا عصبي وهم يستفزوني. مين بيستفزك؟ أصدقائي. أوكي. لا، أصدقائك شكلهم كتير معصبين. يعرفون نقطة ضعف فيركزون عليها. طيب، هل رح تعمل محتوى مع يوتيوبرز بدبي كونك هلأ متواجد هون؟ بصراحة ممكن لا، عشان محتوي لا يشابه محتواهم، وثانيا ما أعرفهم كتير. احنا بنعرفك عليهم. يلا مرحبا. طيب هذا السؤال كتير حلو، متى رح نشوفك عريس؟ إن شاء الله في أقرب وقت. أنت بدك يعني؟ بدي. طب هذا إعلان إعلان واضح وصريح، شو المواصفات؟ يلا قلي. لا لا خلص خلص، أمزح، أمي تشوف الفيديو. بده إياها تكون يوتيوبر؟ لا لا لا. أوكي. إياها تكون ما معروفة أصلاً، ما حدا يعرفها. أوكي أوكي. عشان أكون هاني في رأسي. شو خص هاني؟ يعني يعني هاني مرتاح يعني رأسي. ما يقولوا لي زوجتك شو عملت وهيك. فهمت عليك، مرتاح البال. طيب ثواني، ليش هذا عم يقلب هيك؟ هل بتفكر بتجربة التمثيل على التلفزيون لو انعرض عليك؟ هي لمعلوماتك أنا ممثل بالدرجة الأولى قبل ما أكون صانع محتوى. بس على التلفزيون؟ مثلت في السينما، مثلت في المسرح كتير. إن شاء الله إذا عرض علي مسلسل أو هيك بيكون كوميدي صح؟ صح. طيب وكمان في سؤال، إنه هل ممكن يجي يوم وتخفف اللهجة الجزائرية وتكون لهجة بيضاء أكثر لحتى توسع دائرة الجمهور؟ لازم، أنا أفكر هيك عشان نوسع الجمهور تاعي. لازم. تمام. بس شوية لقيت صعوبة. معناتها لازم تعمل المحتوى مع اليوتيوبرز بدبي كرمال يمكن تكسر شوي اللهجة. إذا جتني فرصة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. طيب آخر سؤال، هل تغير فيك شيء بعد الشهرة وشو هو؟ صراحة الشهرة اللي جاتني في وقت قصير كتير، فما تغير ولا شيء. يعني في خلال 6 أشهر أصبح عندي 2,000,000. ما شاء الله ما شاء الله. فما تغير ولا شيء، يعني أنا مصدوم. أنا مشهور؟ أوكي. مرات أنسى نفسي بلي أنا مشهور، بقى أنت مش في شارع تيجي الناس يتصوروا معي يقول أوكي. هلا عرفت ليش عم يطلعوا فيني. طب هذا السؤال من عندي وما من عند الجمهور. أوكي. أنت عم بتقول إنه صار الموضوع كتير بسرعة، أعطينا السر هيك باختصار. والله مش عارف صراحة، أنا لما كنت في مسابقة سديم فبقيت مأمن في نفسي ومأمن في قدراتي، والجمهور الجزائري كان له شرف كبير وتحية كبيرة لأنه وقف معي واحد الوقفة وين تفرقع الإنستغرام تبعي من 100,000 إلى 2,000,000 في فترة قصيرة كتير. ما شاء الله. فالشكر كله للجمهور الجزائري. وأكيد كمان يعني هذا السبب هو محتواك الجميل وعفويتك العفوية هي أهم شيء يعني. أكيد. بس كمان دعم الجمهور لا غنى عنه. شكرا كتير هشام، كتير مبسطنا معك اليوم. شكرا على الاستضافة تبعكم. شكرا لكم، نرجع على هاني وهدى.